الإنترنت. دونك نيل أخت اليوم عبارة عن نيل أخت باون أو نيل أخت ديال الطاووس. دونك لا كولور اللي صبغت بها دباري كاملين هي سيغين ديال الأفون. دونك المرحلة الثانية هي غادي نرسمو هنا وهنا دي بلوم ريشات ديال لو باون. دونك خديت هنا ان فيرني دوري ديال افون ريفيرونس مود جولد. دونك غادي ناخدو شويه نحاولو نرسمو بحال لا فورم ديال واحد لوزا ديال اون اموند ولكن خاويه من الوسط بحال هكا. نحاولو نديرو شي جوج ولا ثلاثة في الضفر باش يجيو زوينين. افخي غادي ناخد واحد لو بلو بايتي الريفيرونس ديالو فورغيت مي نوت دو بلو وغادي ناخدو كوردون ولا دوتينتول وغادي نحاولو نرسمو قليب صغيور في الوسط. ابخي في هذوك ثلاثه الضفران الاخرين غادي ناخذو نقيطه نقيطه من كل صباغه وغادي نشدو الطرف ديال البلاستيك وغنديروه فوق منه. شوفوا معايا غادي ناخذو بزاف ديال الالوان تقريبا اللي تيكونوا في لو بان. دونك خديت ان روز اللي بقاو ليا خاويين زدت فوق منهم صباغه بالكوتون تيج. دونك وباش غادي نساليو من الاخت هاد لي زيسباس اللي بقاو لينا غادي نديرو فيهم ريشات صغار. دونك سوا غادي تاخدو شي بانسو ولا ميم الكوردون غادي نديرو خط بحال هكا رقيق والجناب نبدا نجرو هكا. هنا نديرو ثلاثة نقيطات صغيرين. دونك ها هو الريزولتا فينال ديال لونيل اخت. جيسبر كو عجبكم وغادي ديرو فحالو هو ساهل بزاف. و تابوناو لاشين ديالي باش تبقاو ديما على اطلاع بالجديد ديالي. اي ا تري بيانتو.